أشرفت الأمينة العامة لوزارة الصحة رفقة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ببلادنا صباح اليوم على تدشين توسعة جديدة لجناح الأم والطفل بمستشفى الشيخ زايد. وتضم التوسعة الجديدة الممولة من طرف صاحبة السمو الإماراتية فاطمة بنت مبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي جناحا مكتملا يحتوي على 25 سريرا وغرفا للولادة والعمليات إلى جانب صيدلية ومكاتب إدارية. احتضن مستشفى الشيخ زايد حفل تدشين توسيعة جديدة لجناح الأم والطفل، وذلك بإشراف من الأمينة العامة لوزارة الصحة وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلادنا. وتضم التوسيعة الجديدة للجناح والممولة من طرف صاحبة السمو الإماراتية فاطمة بنت مبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني جناحا مكتملا يحتوي على 25 سريرا وغرفا للولادة والعمليات إلى جانب صيدلية ومكاتب إدارية. وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصحة أن بناء هذه المنشأة سيساعد بلادنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث منها المتعلقة بضمان الصحة ورفاهية الجميع. وأضافت أن الوصول لذلك الهدف سيتم من خلال تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل عن طريق الحد من معظم الأمراض المعدية وغير المعدية والبيئية والنفسية، مؤكدة في هذا الصدد أن هذه التوسعة ستمكن دون شك من رفع مستوى الرعاية المناسبة للأم والطفل طوال فترة ما قبل الولادة وما بعدها. بدوره أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذا العمل يعد لبنة أخرى تنضاف إلى صرح العلاقات القائمة بين الإمارات وموريتانيا برعاية قائدي البلدين الشقيقين. سعدني أن أشرف معكم اليوم في تدشين مركز أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في نواكشوط الذي يمثل لبنة أخرى تضاف إلى صرح العلاقات الموريتانية الإماراتية الذي ارتفع عاليا بفضل التوجيهات الرشيدة لقائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني حفظهم الله. أيها السادة، إن وجود مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك بجوار مستشفى الشيخ زايد الذي تم تشييده بمكرمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يعكس لوحة فريدة من العطاء الإماراتي تتحدى الجغرافيا وتظهر أن أيادي المحسنين الإماراتيين طويلة. من جانبها أعربت رئيسة مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من دعم سخي لموريتانيا في مختلف المجالات وخاصة العمل الجمعوي. سعداء بالترحيب بكم معنا اليوم في مستهل هذا الحفل السعيد لنشهدكم عرفاننا وشكرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الكريمة وهذه المكارمة المقدرة. اليوم نعيش وإياكم لحظات افتتاح مركز الشيخة فاطمة أم الإمارات الأم والطفل بمستشفى الشيخ زايد في موريتانيا لتعزيز تغطية الصحية وتوسيع دائرة استفادة هاتين الشريحتين من خدمات نوعية ومتطورة. وستساهم هذه التوسعة في تعزيز وتوسيع التغطية الصحية للنساء والأطفال وتمكينهما من الاستفادة من خدمات نوعية ومتطورة. وبالعودة إلى نشاط وزير التشغيل والشباب والرياضة السيد الطالب والسيد أحمد الذي أدى اليوم زيارة لمركز صناعة اللبن في مدينة سيلي بابي، هذا المصنع يعمل على إنتاج وحدات سكنية تدخل